السلام عليكم متتبعيني الأوفياء، مرحبا بكم. فيديو جديد في نهار جديد، عاودتني نعمل لا فيديو كل الطاقة إيجابية وحماس وروتين حماسي مطرطق. مرحبا بكم كما كتشوفون، نتمنى إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير، مرتاحين في عقولكم وقلوبكم، هذا هو الأهم. الله يريحنا ويريحكم ويرزقنا راحة البال وفرح والسعادة الدائمة لنا ولكم ولجميع المسلمين. نبداو الفيديو ديالنا بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على بركة الله في طبيعة الحال باين الفيديو أشنو فيه وشنو غادي يكون فيه. عاوتاني راكم كتشوفوا بعويناتكم، هنا بديت معكم، خرجت المجورة غادي نغسلهم معكم ان شاء الله. نكمل السلسلة ديال التخمال اللي بديت معكم بالنشاط والضحك، والله يخلينا دائما ضحكين والحمد لله. وشكرا بزاف بزاف على تعليقكم، محفزة ومشجعة ومفرحة. الله يعطيكم الخير، الله يفرحكم كما كتفرحوني دائما، والله يكرمكم ويزيدكم خير في خير ويرزقكم من واسع حتى نتوما. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي انضموا للقناة، قناتكم منكم وإليكم. نتمنى نكون ظريفة وخفيفة على قلوبكم، والقناة تكون عند حسن الظن ديالكم، تلقاو فيها كل ما بغيتوا، المحتوى مفيد ليكم، كل ما هو أجود وأفيد ليكم إن شاء الله، المحتوى اللي يفرحكم. إلا شفتوا الفيديو اليوم تسنوا الفيديو ولا غد ليه، وكان هدي لكم هاد الشميشة غروب الشمس العشية هذه، بعد ما تغدينا وارتحيت شوية خرجت للسطح وجبت معايا الروينة اللي ما كتساليش، راكم عارفين ماراطون إلا جبدنا التخمال راه تما نقولوا الراحة ما كيناش. ونستعدوا نتحزموا لأنه إحنا عيالات هذاك راه فيس اللي فينا، والله العظيم إلا فيس اللي فينا ديال الشقا. إلا جبنا تخمال ما كان جبدوش غير شوية، الله يهدينا والله يحفظنا ويخلي لنا صحيحتنا. راكم شفتوا في الفيديوهات السابقه البخوش اللي هجم عليا، جعرني وخلاني انني نوض للدار كامله تبارك الله عليا ما شاء الله. راكم عارفين، المهم دردكت على الدار حتى تهلكت. المهم راكم معايا ان شاء الله الفيديوهات الجايه، كاين جديد، كاين ان شاء الله افكار جديده اللي دخلتها في هذه السلسله ديال التخمال ان شاء الله يا ربي. المهم اليوم غادي نشارك معكم المجوره، خرجتهم خصصت لهم هذه العشيه، حطيتهم في السيجور اللي شفتو معايا، بدلت ليه عاوتاني الحاله وقديت بزاف ديال المسائل في السيجور، رديتو صلاه وفي نفس الوقت سيجور عصري. المهم الاصاله والمعاصره كما كنقولوا، غتشوفوا معايا ان شاء الله النتيجه الاخرى ديال السيجور. غندير لكم جوله يقدر في هذا الفيديو، يقدر في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم باش ما يكونوش الفيديوهات طوالين، كنحاول انني نقصر شويه الفيديو باش يكون سهل عليكم انكم تشوفوه وتكملوه حتى الاخر. الله يجزيكم بخير كما انا معكم دائما اللي جا قدامي كنشوفو، يكون 20 دقيقه 30 دقيقه راكم كتشوفو في دقائق اللي عطانا دابا اليوتيوب، راه حن علينا بهاد الميزه ديال دقائق. لكن البنات ردوا بالكم راه فيها القوالب، فيها القوالب، فيها كتكشف لينا الناس اللي كيخدعونا دائما، كيدخلوا يكتبوا التعليق وما كيشوفوش ما كيكملوش لا فيديو، كيقول لك راه كملت لك لا فيديو، راني شاهدت لك من الاول حتى الاخر وهم راه ما كملوش. المهم هاد الميزه هذه ديال الدقائق راه كتكشف البنات، راه كتكشف وكتوري لينا اللي كيشوف مشاهده حقيقيه واللي ما كيشوفهاش غير. تعرفوا الطريقه، تعرفوا كيفاش تفرقوا ما بين الناس اللي شافوا لكم مشاهده حقيقيه والناس اللي ما شاهدوش مشاهده حقيقيه. تما كلشي كيبان في التعاليق وكيبان في هذوك الدقائق. المهم نديروا المزيان
كما كنقولوا ما ديرش ما تخافش، نديروا المزيان مع روسنا اولا، نخاف الله اولا في غيرنا، عاد ديك الساعات ربي شاهد على الكل، كل واحد غادي يتحاسب على اعماله. ورحم الله من عمل عملا واتقنه، يدي فيه الاجر ويدي فيه الحسنات، الحمد لله. المهم ماشي مشكل، حنا كل شيء دابا الحمد لله كان عرفوه، كان كشفوه، كل شيء واضح، كاينين الطرق، كاينين الميزات، كاينين التطبيقات، كاين بزاف 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 في هذا الدومين هذا، باش تعرفي ان الناس معك بصدق. واخا كيقولوا حنا صادقين، كنشاهدوا بصدق، كنخدموا بالمعقول، لكن كاينين طرق باش حنا غنعرفوا واش نيت هذا المعقول هذا كاين ولا غير الهضره. المهم ما عليناش، الله يجازي الناس اللي كيشوفوا بضمير، الناس اللي كيخدموا بضمير، والله يهدي الناس اللي كيخدعوا غير راسهم، كما كنقولوا اللي حفر حفر حفرها غير راسه. والحمد لله حنا دائما كنخدموا بصدق وبالمعقول، والحمد لله نديروا بعدا الخير بهاد القنوات هادو، نديو منهم الاجر وشويه ديال الحسنات اللي رزق لنا ربي، باش هذاك الرزيق اللي كتبوا لنا ربي نشدوه ان شاء الله يا رب العالمين، الا كملنا هاد الشروط هادو اللي ما كيساليوش، وهاد العقبات هادو اللي تخطيناهم، لان هاد الدومين صعيب وزاد كيصعب، الشرط ما بقوش غير جوج راه ولاو شحال من شرط. المهم ان شاء الله يا ربي اللي باغا تعرف اكثر على هاد الدومين هذا ديال اليوتيوب، وكيفاش تخدم على قناتها بالطرق اللي هي صحيحه وامنه، ان شاء الله مرحبا والف مرحبا، نتواصلوا علاش لا في الخاص، ونهضروا وندردشوا ونفعوا بعضياتنا ونصحوا بعضياتنا ونخدموا مع بعضياتنا علاش لا. والحمد لله الله يديمها محبه وصدقه لوجه الله مع بعضياتنا دائما يا رب العالمين، ما كاين ما حسن من حب في الله، تحب خوك المسلم لوجه الله تعالى ودير الخير دائما لوجه الله تعالى، الا دار شي حد شي حاجه يديرها لوجه الله تعالى، ما يديرها لحتى شي واحد، لانه الحسن درك تحسب لينا، وكل واحد والاعمال ديالو بوحديته الحمد لله. المهم نتمنى لا فيديو يعجبكم، الهضره غنخليها كما هي ما غنقطعهاش، كما قلت لكم دائما تنشارك معكم المحتوى ديالي بسيط على طبيعته، ما كنتصنع ما كنزوق، الحمد لله دائما معكم بقلبي الصافي الحمد لله. نتمنى لا فيديو يعجبكم ان شاء الله، وتبارطاجيوه مع الاهل والحباب، كما كتشوفوا معايا غروب الشمس كيقرب لحالي ظلام، وانا باقا في الروينه، خرجت شحال من واحد هنايا وباقا هاد الزربيه كتسناني الروينه اخرى، هادي حرير اخرى. المهم النهار ديالها بوحدها خليتها هنايا في السطح، جمعتها وقلبتها هكا باش ما تخسرهاش ليا الشميشه، وهنايا كما كتشوفوا كنغسل هاد المجوره هادو في هاد القنيطه هادي، واخا عندي القادوس حاشاكم ديال السطح صغير، كندفع الماء كما كتشوفوا معايا هنايا، وقف ليا الماء كندفعو كيرجع، كندفعو كيرجع، والله العظيم لواحد العذاب، وحتى مره ما نقول لكم صغير الله يجعلها مغفرة الذنوب وصافي. غسلت المجورات فكيت منهم، وهاد الشبيكات حتى هما هنايا في هاد السطح حسن من الدوش، عندي الدوش صغير ما يليق لياش انني نغسل فيه هاد المجوره هادو هكايا متسعه ومرتاحه هكا، ولكن المشكل ديال الماء، واخا كنجمعو في هاد المجره هادا، حطيت واحد المجر كنجمع فيه الماء باش كنغسل المجوره الاخرين، حاولت انني ما نكثرش الماء، لكن في نفس الوقت القادوس فيه مشكل، لانه السطح ديال الجيران عالي على هاد السطح ديالي، داكشي علاش ملي كندفع الماء كيرجع، كندفعو كيرجع، وفي الاخر عمرتهم في الصلو وديتهم حاشاكم للدوش. المهم دائما كنفكو راسنا براسنا، وكنخرجوا راسنا براسنا بحيال وبطرق اللي هي مزيانه واللي هي عمليه وخدامه لينا، والحمد لله. المهم الواحد يكون بخاطر، هذا هو الاهم، الصحه والسلامه والخاطر، دائما الصحة هي الخاطر، وهي الراحة النفسية هي الصحة، إذا كان الإنسان مرتاح في النفسية دياله
اكيد غادي يكون بصحه جيده والحمد لله، الله يدومها الصحه والسلامه لنا ولكم ولجميع المسلمين. هنا بدا الحال كيظلام صافي، مش غروب الشمس ولا الظلام. هنا كنشارك معكم المجوره بعد ما فكيتهم، بقاو لي غير دوك الشبيكات حتى هما نشللهم ونجمع الروينه وصافي. وانا تهنيت بعدا فواحد الروينه اللي جبدتها اليوم. المهم كل نهار واش نجبد، وكنشارك معكم افكار وكنشارك معكم حتى نتوما تنوضوا تخمروا تجبدوا الركاني قبل العطله ان شاء الله يا ربي. والضياف عاوتاني والوليدات اللي جالسين كان هكا نبغيو نجلسوا معهم ونخرجوا معهم نضحكوا معهم ونلعبوا معهم نعطيوهم وقت، علاش لا ما نسافروش معهم حتى هما يبدلوا الجو. مساكن كيهزوا رجاء طيله السنه لهذاك السفر انهم يسافروا يبدلوا الجو حتى هما بحال صحابهم، يفرحوا براسهم يفرحوا بالفرحه ديال النتيجه. الله يفرحهم والله ينجحهم في هاد الايام هذه اللي كل شيء على اعصابه، كل شيء متوتر، كل شيء خايف على وليداته. والله ينجحهم ويفرحهم. غير كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه اللي دويت لكم على هذا الموضوع، هذا اننا نوسع خاطرنا معهم ونكون معهم ونوقفوا معهم، نديروا عين شفت عين ما شفت. كما قلت لكم العين اللي ما كترمش راه ما كتشوفش، ماشي نشدوا في كل شيء علاش هادي وعلاش هادي وعلاش. المهم نحاولوا اننا نرخفوا شويه على ولادنا، نعطيوهم شويه ديال الخاطر، نوسعوا خاطرنا معاهم باش حتى هما يكونوا مرتاحين يدوزوا هذه الفتره هذه بخير وعلى خير. ما نزيدوهمش على هم اللي هما فيه، راه مساك الله يكون في العون. القرايه راه ماشي سهله، واخا كنشوفوا هكا هما زعما ما كيديروا ولا في الدار ما عليهم حتى شي مسؤوليه، ولكن راه القرايه اصعب من بزاف ديال المسائل اللي جينا نفكروا بعقلنا. نتمنى ان شاء الله يا ربي كل شيء يهدن اعصابه ونعطيو الوقت لوليداتنا ونصبروا عليهم وندعيو معهم ونعطيوهم الخاطر ودائما نتفائلوا بالخير نلقاوه ونشجعوهم وهكا ما نزيروهمش وما نحسسوهمش مثلا الا ما نجحوش اننا غادي نعقبوهم ولا هذا موضوع اخر ان شاء الله. شفت الفيديو غادي يسالي غادي يكون طويل الا دويت في هذا الموضوع ديال النتيجه، ان شاء الله ندوي فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله يا رب العالمين، لانه موضوع طويل وفيه ما يتقال وفيه بزاف ديال الاستفادة. تهلاو فرصكم. السلام عليكم.